لو الحكاية فيها إن فيتو المستشفى شغالة بكامل قوتها بالنسبة للعيادات الخارجية والمريض العيادة. كل التخصصات موجودة عندنا، بطنة عندنا، صدر عندنا، مسالك عندنا، جراحة عندنا، نسا عندنا، متابعة سكر عندنا، أنف وأذن عندنا، سمعيات عندنا، أطفال عندنا، رمض عندنا، جلدية وتناسلية طبعا، وأنسة وولادة، كل العيادات شغالة. طيب رفض مستشفى ترسينة وعندنا روماتيزم وتأهيل، عيادة روماتيزم وتأهيل. إذا جميع القوى موجودة وجميع التخصصات، كل القوى موجودة وشغالة. تمام. بالنسبة للتخدير، التخدير عندنا 4 تخدير، تخدير وعليهم مركز 4. تمام. جامعة الزقازيق. طيب. عاملين بروتوكول مع جامعة الزقازيق وعندنا 4 تخدير دلوقتي في المستشفى. طيب عدم استجابة مستشفى ترسينة لموضوع الإضراب اللي هو الشائع على مستوى مستشفيات الجمهورية. والله يا بي احنا المنطقة هنا يعني ذات طبيعة خاصة، واحنا هنا يعني احنا مش اقل من الجنود اللي حررت سينا وحرساها، يعني برضو احنا بنعتبر نفسنا جنود برضو. انما دلوقتي انا لو الناس عملت اضراب هتروح فين؟ هيروحوا فين؟ هيروح المريض هيروح فين؟ ذنب المريض ايه؟ هو لو الاطباء لهم مطالب في قنوات شرعيه، انما ما ينفعش الاضراب، ما عندناش اضراب ومش هنعمل اضراب خالص. يعني احنا ما عملناش اضراب طوال الفترات اللي فاتت ومش هنعمل اضراب ان شاء الله، يعني بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. في